فالإنسان يخلو بربه سبحانه وتعالى ويدعوه، ومحروم الذي لا يخلو بربه، محروم الزول الطوالي مع الناس وراحته تبقى مع الناس، وكان فضى ساعة ساعتين يفكر في الناس ودار ألاقي فلان وماشي لفلان وكذا، قلبه ده معلق بالناس ما يقدر يخلو بربه سبحانه، لا يستطيع أن يخلو بربه، ده محروم وده مستوحش، قلبه فيه خل وفيه شعث. لكن المحب الصادق يستوحش بين الخلق، فإذا جاء الليل فرح به لكي يخلو بربه سبحانه وتعالى ويناجيه. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا، ده في ديوان المجنون، مجنون ليلى، قال وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا، يعني ذاته أنا لو اتذكرتك في نص الناس ده بيشغلني وده وكذا وده يجيب موية وده بيجاي وده داري يتونس وده كذا، وذاته محبوبته دي لما نيجي يتذكرها بيمشي بعيد برا البيوت بيقعد براو يتذكرها. شوف الزول اللي عليك براو، عشان كده يسموه مجنون، يعني دي من الأسباب يعني. لكن هذا بين المخلوق والمخلوق، وكون أنت تتعلق بامرأة إلى أن تملك قلبك فتفسده ده خسران، أما أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الفوز وفيه العزة، ده بيختلف. لكن ابن القيم أورد هذا الكلام لمناسبته، وهو أن المحب دائما يميل إلى الخلوة ليتذكر محبوبه، دي بس علاقته، ده الشبه، وجه الشبه. ولا يلزم في التشبيه المماثلة في كل الجوانب. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. كلام ذا يا جماعة مهم جدا، وفيه مواساة للعبد بالنسبة لمصائب الدنيا، ما في راحة كاملة إلا في الجنة، لكن الدنيا دي ما فيها راحة كاملة، كان جمعوا لك أجمل النساء زوجون لك في النهاية تبقى في مشاكل، وكان جمعوا لك المال بتكون ناقصاك أشياء تانية، دار تبقى رئيس ودار تبقى رئيس بتكون ملاوز بيشيلوني وقلبوا علي وما بقلبوا، تكون ذاتك ملاوز والله الذي لا إله غير أنت في الدنيا دي. وبعدين الشباب، فترة الشباب بتكون تعبان لافي، وإن كبرت في السن بتتمنى فترة الشباب، ويا هكذا بس حاسس الزول لو عنده قروش وعنده قروش قاعد في البيت من الصباح للمساء براه بيزهج، وعنده قروش إلا يكون طالب علم ولا كذا، المهم مهتم بالعلم، لكن بيزهج والمرزات تقول لي يا راجل ما تشوف لك شغل انت قاعد هنا، ولا بتمسكك الشافع بتبقى في بلبل، تمسكك الشافع تقول لك ده بيبكي وانت ما عندك رحمه وكذا وكذا وكذا. والله واحد في السوق العربي جنب المسجد الكبير بتاع موبايلات اتونست معاه، قال لي في عمك زول عنده قروش وعمارات هنا، قال لي بيجي من الصباح بس بيخد كرسي جنبنا هنا، المغرب ده يأذن بيرجع البيت، لا بيع لا بيشتري، قال لي عنده إيجارات وقروش هنا وعنده بيت واحد تقرأ في الجامعة. قلت له طيب البقاء، قال إن مشيت البيت الطلبات بتكتر علي. شوف الزول لو قاعد إنه زي بتاع الهدف من الصباح للمغرب ويرجع، هذا تبقى في زي دي، أنت تبقى في ده، ما فراحة في الدنيا دي. وأمراض، مرض ده بيجيك من غير سبب، مرات أمراض تبتلى، والموت والمشاكل والأخبار اللي بتجيك فلان مات وفلان مات، وحوادث وأشياء كثيرة جدا، والدنيا عشان كده ما تطلب فيها راحة. والله اختصر الدرب، الدنيا دي راحة كذي كاملة ما تطلبها، راحة دي قدام هناك، ولو ما قدام ما كان تعبت انت، لو ما هي قدام. وقبل ذلك توفيق الله لك
سبحانه وتعالى ما كان بتصلي ولا بتعبد ولا بتجتهد. ليه؟ لأن الدنيا يا جماعة لو كاملة الزول ما تفكر في الآخرة، لكن منقصة لتتوق النفوس إلى تلك الدار، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك خلق الله الجنة وأمرك بالعبادة، ومن أجل ذلك أنت تعبده سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء.